تخرب نفسها ومشافها نفسها بالبحر بعد ما اتوقع ان في احد يحق لها يفتخر غيري. قبل اعرف عنك بنفسي انا قلت لي مسألتي ما تعرفين من انا لم يحصل للشاب مسألتي. تراني بكل فخر راعية الصيت والشهرة البنت تشرب بكل مكان. انتي هي انتي من تريدين اخذ مكاني وسرقة مكانتي. شوي شوي اركد اركد طيب لا معصب. وبعدين من انت عشان تقولي ذا الكلام؟ انا لغة الإعجازي انا لغة الإعجازي انا اللغة التي اتعز بها الله جميع فتحاء العربي بل انا لغة القرآن الكريم. هي هي وقف وقف عرفتك الحين انت اللي سمونك الفصحى انت اللغة المعقدة اللي كلها قواعد وارقام ما ادري وش ما هذا ماذا تقولين ولماذا كل هذا الكلام؟ يبدو انك لم تستعي عني بل لم تقتبسي نورك مني. هاي مش نورك تراك تعجزين عيالك خلوك وصرت انا لغة معاملات وكتابات حتى التدريب ما يقدر يستغني عني. اموني بعقم في الشباب وليتني عقبت فلم اسمع لقول عزازي. مرموك بس ترى اللي قال اقصد انت الصراحة لغة معقدة عشان كذا يطلبون انك لازم تكوني مرضية واكون انا لغة العلوم والفنون. وسعت كتاب الله لفظا وغاية. نعم انا لغة صالحة لكل زمان ومكان فقبل الله رفع قدري. وهذه الدعوات التي تحدثت عنها لم يكتب لها النجاح يمكن بل ماذا في بحرها. والدليل ان جميع العلوم والمعارف تدرس بالفصحى لا بالعربيه. اما انت فلم تتجاوزي السنه اولئك العارفين على هذا الدين. يمكن كلامك في شيء من الصحه وهذا اللي اشوفه مع اني انا لغه منتشره في كل مكان بس اني على قدي وحدودي ضيقه عشان كل مكان له لهجه خاصه. واذا ما ادري ميزه ولا عيب ممكن تعلميني؟ ولا تنسي ان القران الكريم نزل على سبعه احرف ومن لهجات العربي التي تعد في اصلها فصحى. ولكن تعرف كل العربيه تقيم كلمات اجنبيه وتصبح نطقا مثلي. ما شاء الله يا صبرك يا ما شاء الله يا صبرك كان وعاقلك كانت لغه رهيبه وتبقى لغه رهيبه الا اللغه الخالده. نعم انا خالدكم وظلت كذلك الى يوم القيامه. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان القديم انا نحن نزلنا الذكر وانا له اذهبوا عني الا تعرفون
فإنني لا أشعرن بوحشتي مهما تناء مولدي، فأنا هنا في بلدتي في كل أرض